السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من تشميم الشامل لويتشر 3 وايلد هانت على قناتكم وجبرت الخاصة بألعاب الفيديو. حلقة أخرى خاصة بالجوينت، وسوف نحاول أن نقوم بملاعبة الحدادين المتواجدين في أوكسن فورج. بعد ذلك سوف نحاول ربما الاتجاه إلى المهمة الثانوية الخاصة بملاعبة سوقات الحانات. لا أظن أنهم سوف يكونون من السهل التغلب عليهم، لكن أظن أنه من الأفضل أن نبتدئ بالحدادين. أتمنى ألا تكون مواجهتهم صعبة كذلك. نريد أن نحصل على بعض الكروت الإضافية، بعد ذلك نتجه إلى سوقات الحانات الذين سوف يتمتعون بطبيعة الحال بمستوى أعلى. إذا دعونا نرى الحداد الأول هنا. نحن الآن بطبيعة الحال نتواجد في أوكسن فورج، لأنه آخر مهمة قمنا بها كانت بجوار أوكسن فورج، حيث فوجئنا بلقاء مع الملك رادوفيد وجها لوجه. بطبيعة الحال تمكننا في نهاية المطاف من الحصول على مكان تواجد الوغد الصغير الذي نريد بطبيعة الحال الوصول إليه من أجل معرفة مكان دودو الذي بدوره سوف يمكننا من الحصول على داندليون. لكن في نفس الوقت ورطنا أنفسنا مع رادوفيد، لأنه الآن يمتلك معروف أو يمتلك دينا على رقبتنا يجب أن نسدده له على شكل معروف، يعني سوف يكلفنا بمهمة معينة مستقبلا. أوكي، دعونا نحاول اختيار المجموعة. بطبيعة الحال سوف نختار مجموعة الممالك الشمالية، هي المجموعة الجاهزة حاليا، ودعونا نرى كيف سوف يكون السحب. سوف نواجه مجموعة الوحوش على ما يبدو. أوكي، let's do it. ها هو صديقنا سيغموند ديكسترا أو الكونت روفين كما يلقب نفسه. أوكي، لدي فقط وحدات، لا أمتلك آليات حصار، سأضحي ربما بهاته. أوكي، ورقة بطل أخرى. أوكي، ما رأيكم أن نستمر بهذا السحب بهذه الشاكلة؟ أظن أنني سوف أستمر على هذه الشاكلة. أوكي، إذن أولا أقوم بلعب ورقة الجاسوس، أحصل على ورقة ضباب. أوكي، لا بأس، لا مشكلة، جيد جدا أنه سوف يلعبها. أوكي، أنتظر أن يلعبها. سوف ألعب ورقة هجوم مباشر ضعيفة. أوكي، أنتظر أن يلعب الورقة، أريد أن أعوضها كذلك بالفخ وأعيد لعبها كذلك للحصول على ورقتين إضافيتين. أوكي، لعب ورقته الخاصة. ما الذي سوف أقوم به؟ أوكي، أخيرا يلعب الورقة، هذا ما كنت أريده. سوف أقوم بسحب الأوراق الآن وأنهي الدور. جيد جدا، وأنهي دوري. أوكي، إلى حدود الساعة لم يستعمل أوراق الحشد، هي أخطر ما يوجد في مجموعة الوحوش. أوكي، يتخلى عن دوره، ولحسن حظي أمتلك ورقة بستة نقاط هجومية، وبالتالي أستطيع الفوز بالمواجهة. ولحسن حظي أنني أمتلك ورقتين بمفعول العلاج، أستطيع استرجاع ورقتين من الأوراق التي تم التضحية بها مسبقا. أوكي، let's do it. أوكي، أسترجع أقوى الأوراق، ولدي أوراق أبطال لا تتأثر بالطقس، هذا جيد. أوكي، سوف يبدأ بالحشد الآن كما تلاحظون. أوكي، جيد جدا، سوف يحشد مرة أخرى. أوكي،
صراحة أكره أوراق الحشد. يمكنني بطبيعة الحال التخلص من هذه الورقة عن طريق ورقة الطقس الصحو، لكن سوف أتركها إلى النهاية. جيد جدا، جيد جدا، ممتاز أنه لعب أوراق الطقس الآن. يبدو أنه لم يعد يمتلك الكثير من الأوراق في شعبته. أظن ربما أنني سوف أفوز في النزال، أعتقد، والله أعلم. أوكي، لديه ورقة بطل أيضا. دعونا نرى ما الذي بقي في شعبته في النهاية. الآن أقوم بلعب الأوراق الأخيرة التي أمتلكها. وممتاز، فزنا بالجولة يا شباب، أكثر من رائع، ممتاز. إذا دعونا نرى الجائزة، ما الذي تحصلنا عليه؟ فتاة الطاعون، ورقة مجموعة الوحوش. أوكي، دعونا نرى الورقة بشكل سريع ونقوم بإضافتها إلى مجموعة الوحوش. أوكي، مجموعة الوحوش، ها هي فتاة الطاعون، 5 نقاط هجومية، ورقة وحدة. أوكي، جيد جدا. إذا نلتقي عند الحداد المقبل لكي نقوم بمواجهته أيضا ونرى كيف سوف تكون الجائزة التي سوف نتحصل عليها. إذا ها أنا ذا عند الحداد الثاني المختص في الدروع، سوف أحاول الآن أن أرى ما الذي سوف أتحصل عليه كجائزة. دعونا نرى أولا المقابلة كيف سوف تدور، أو المواجهة كيف سوف تدور. نريد لعب الجوينت. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. أوكي، مجموعة الممالك الشمالية ونبدأ اللعب. إذا يلعب بسكويتل. دعونا نرى السحب. من الجيد الحصول على أوراق الجواسيس في البداية، يكون دائما الأمر مفيدا. أوكي، ورقة ضباب. أوكي، السحب ليس جيدا 100%، لكن لا بأس، لا بأس. دعونا نحصل على ورقتين إضافيتين. اوكي، ورقة جو صحو. اوكي، الاسكويتل كذلك يتمتعون باوراق الحشد. ربما اقوم بانهاء الجولة يا شباب، اظن ذلك. والآن نرى كيف سوف تدور الجولة الموالية. أوكي، وأربح الجولة، جيد جدا، أربح الجولة بأقل الأضرار، أكثر من رائع. أحصل على ورقة إضافية، جيد. لم يقم باستعادة أي ورقة. دعونا نرى ما هي خاصية هذه الورقة هنا. تضيف نقطة لكل الوحدات في الصف ما عدا نفسها. أوكي، أوكي، فهمت. تناسيت أنه علامة الزائد، بمعنى أن تضيف نقاط إضافية للوحدات المجاورة.
هل نفذت منه الأوراق؟ أوكي، لديه ورقة بطل أيضا. ورقتي بطل، أوكي. أوكي، سوف نفوز بفارق نقطة وحيدة يا شباب. صراحة كدنا نخسر، كدنا نخسر. لكن من الجيد أن تفوز بمثل هذه الشاكلة. أوكي، على ماذا سوف نتحصل؟ ستيفان سكيلين، دعونا نرى من هو هذا ستيفان سكيلين. أوكي، ستيفان سكيلين أظن أنه ينتمي لمجموعة سكوياتيل. لا، ليس لمجموعة سكوياتيل، بل ينتمي لمجموعة نيلفغارد. أوكي، ستيفان سكيلين ورقة جاسوس بتسعة نقاط. أوكي، تمنح لعدوه تسعة نقاط مقابل ورقتين. أوكي، الأمر محزن. لا بأس. أوكي، جيد جدا. إذا الآن دعونا ربما نحاول الاتجاه إلى الشخصين اللذين تكلمت عنهما سابقا، وهما ساقيا الحانات. سوف نحاول أن نتجه إلى هناك. ألقاكم بعد قليل. أوكي، وجدت يا شباب تاجر آخر يمكن أن نلعبه الجوينت هنا في أوكسنفورد. دعونا نقوم بمواجهته. أولا نرى ما الذي يتوفر عليه في المخزن. هل يتوفر على أوراق؟ لا يتوفر على أوراق، لكن يتوفر على ماذا هنا؟ عنصر ضروري لإتمام مهمة، بند شائع طلاء، سوف نشتريه، ربما قد يفيدنا في مهمة معينة. أوكي، ونقوم بمواجهته الآن. Wanted to play cards. Doubt we need to wait till tomorrow. To me. مجموعة الممالك الشمالية ونبدأ. أوكي، جيد جدا. لدينا آليتا حصار وورقة طقس. أوكي، أظن أنني سوف أبدأ. دوري أنا. أوكي، نلعب الورقة الأضعف. أوكي، أظن أنني سوف أنهي الدور، لأنه يمكنني أن أسترجع هذه الورقة لاحقا باستعمال يينيفر في الجولة الموالية. أوكي، لا بأس، جيد. إذن سوف أحصل الآن على ورقتين إضافيتين. أوكي، نجبره على لعب على إخراج الأوراق القوية هكذا كما تلاحظون. أوكي، لديه الكثير من أوراق الحصار. أوكي، ما الذي فعلته؟ أخطأت صراحة. إذا سوف أحاول إنهاء الدور الآن، لأني بطبيعة الحال أتفوق عليه حاليا.
وحاول دائما الاحتفاظ بورقة الطقس الصحو، لأنه ربما قد تجنبك بعض المشاكل في النهاية، لأنه أغلب اللاعبين سوف يحاولون الاحتفاظ بأوراق الطقس إلى النهاية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تدهور للأوضاع في نهاية المطاف. لذلك حاول أن تترك ورقة الطقس الصحو دائما إلى الجولة الأخيرة في آخر لحظة، ربما قد تمكنك من قلب الأوضاع أو من تصحيحها. اوكي جيد جدا، يبدو اننا في طريقنا للفوز. جيد جدا، إذن الآن نحصل على ورقة أخرى. دعونا نرى ما هي هذه الورقة. توروفيل. أوكي، دعونا نرى من هو هذا التوروفيل، إلى من ينتمي. ينتمي ربما لسكوياتيل بالفعل. ورقة نقطتين فقط، نقطتين هجوميتين، ورقة ضعيفة جدا. أوكي لا بأس، لكن من شأنها أن ترفع عدد الأوراق الوحدات التي نمتلكها بخصوص مجموعة سكوياتيل. إذا نلتقي لدى ساقي الحان الموالي ونحاول أن نرى كيف سوف تكون مواجهته. نلتقي بعد قليل. ساقي الحان الأول يتواجد في مفترق الطرق يا شباب، دعونا ندخل ونرى كيف سوف تكون المواجهة. نحاول أولا بطبيعة الحال أن نرى إن كان يمتلك بعض الأوراق التي يمكن أن نقتنيها. Retains. Wouldn't mind a drink. Show me what you got. أوكي، لديه بعض الأوراق بالفعل. هل ستكون أوراق جيدة؟ أوكي، بوق القائد 6 وحدات. أوكي جيد جدا. أوكي جيد جدا. مجموعة من الأوراق هنا تمكننا من الحصول عليها. ما هذه الورقة؟ أوكي، الرسوم الخاصة بسارة التي قمنا بطردها مسبقا. أوكي دعونا نبدأ في لعب الجوينت، لن أمانع في الحصول على شراب. أوكي، ما رأيك في جولة من لعب الجوينت؟ They say you play cards. They don't speak idly then. Times are tough and rare cards are often worth more than a fistful of gold. So, will you play? أوكي هيا لنلعب. Let's. هذه هي الأوراق التي قمت باقتنائها الآن، هي أوراق خاصة بمجموعة نيلفغارد. يبدو أن مجموعة نيلفغارد قريبة جدا من أن تصبح مجموعة صالحة للعب، بالرغم من أن النقاط الإجمالي قوة بطاقات الوحدات هو فقط 96، وبالتالي لازال مجموع ضئيل بعض الشيء. بالنسبة للممالك الشمالية نحن تجاوزنا حاجز 100. الإجمالي الآن، الإجمالي قوة البطاقات هو 112، بالرغم من ذلك فهو ليس بذلك ذلك المجموع الكبير، لازلنا لم توفر على بطاقات قوية جدا. أوكي نضيف بطاقة بوق القائد إلى المجموعة هكذا ونبدأ اللعب. أوكي ما الذي سوف نحاول القيام به الآن؟ لدينا يينيفر، جيد. أوكي ربما أترك الأمر على ما هو عليه، دعونا نبدأ المواجهة بهذه الشاكلة، أتمنى أن أكون موفقا. الأمر يعتمد على الشكل الذي سوف يلعب به. أوكي دعونا نحاول أن نواجهه باستعمال ورقة الصقيع التي سوف تفقد قوات الهجوم المباشر مفعولها، ودعونا نركز على الهجوم من بعيد. أوكي سوف يستعمل ورقة الضباب. أوكي سوف أحاول توقف هنا وأقوم بلعب ورقة الصقيع أيضا ونرى كيف سوف يستجيب. أوكي دعوني أقوم بوضع هاته في الأعلى.
اوكي يفقد ورقة اخرى. اظن انني سوف انهي الجولة. اوكي يتخلى عن الجولة. سوف ألعب ورقة وحيدة وأنهي الجولة بطبيعة الحال. اوكي ورقة ضباب ليس عدلا. في ماذا سوف تفيدني؟ اوكي دوري الآن. دعونا نبدأ بورقة هجوم مباشر. اوكي لديه ورقة بطل وسوف يستعيد ورقة اخرى. سوف اعيد استعمال ورقة البوق هكذا. اوكي نحن الان نتفوق، اتمنى ان تستمر المواجهة لصالحنا. سوف احاول الحصول على ورقة الحصار مرة اخرى واحاول ان ارفع من قوتها مرتين باستعمال الخاصية، خاصية الملك فولتست هكذا. أظن أننا سوف نفوز. سوف أتخلى عن الدور. إن لم تحدث معجزة سوف نفوز. بالفعل يا شباب فزنا. اوكي صراحة ليس ذلك الفوز السهل يا شباب، خصم ذكي. Must admit I scoffed and lost. Well, stupidity's got its price. My prize cards yours. اوكي مينو كيوهورن. اوكي دعونا نرى من هو هذا الشخص. اظن انها ورقة بطل، اتمنى ذلك. اظن انها ورقة بطل من نيلفغارد. اوكي ليس مع سكويرتيل. دعونا نضيف هذه الاوراق هنا في مجموعة سكويرتيل، في مجموعة الوحوش كذلك. نعم بالفعل ورقة بطل يا شباب، مينو كويهورن. اوكي جيد جدا، ورقة بطل مع امكانية سحب ورقة من سلة المهملات، اكثر من رائع. إذن مجموعة نيلفغارد تصبح أكثر قوة، جيد جدا. أظن أننا في القريب العاجل سوف نتمكن من اللعب بمجموعة نيلفغارد، جيد جدا. إذن نلتقي عند ساقي الحانة الموالي والأخير في هذه السلسلة، أو في هذه المهمة الخاصة بمواجهة ساقي الحانات. إذن نلتقي بعد قليل. أوكي نصل إلى ساقي الحانة الأخير يتواجد هنا. Where do you get the name? Master Dandelion Poetry. The kingfisher preened, then fell in the latrine. Know it? Yeah. Also know the one about Princess Annie, who drowned in the River Fanny. Yes. At any rate, the kingfisher welcomed poetry lovers with open arms. Some of the brightest stars in the literary firmament performed here. اوكي دعونا اولا نرى ما الذي يتوفر عليه كاوراق يمكن شراؤها. ورقة سكويا تايل جيد جدا، 5 نقاط هجومية، قدرة حشد و5 نقاط هجومية، خفيف الحركة و5 نقاط هجومية. سكويا تايل كذلك طبيب يستطيع استرجاع بعض الاوراق، قوة الهجوم 0. اوكي جيد جدا. إذن الآن دعونا نتوجه للعب الجوينت. Looking for a partner. Wouldn't mind a round of Gwent. Then you're in the right place, friend. If you play now,
I'll stake the unique card from my collection. Sure, let's play. اوكي دعونا نقوم بإضافة الأوراق التي اقتنيناها مؤخرا إلى المجموعة. اوكي جيد جيد جدا. إذن الآن لدينا تقريبا في مجموعة الأسكويرتيل حوالي 15 ورقة من أصل 22 التي يجب أن تتوفر في النهاية لكي نتمكن من اللعب بالمجموعة. والقوة الإجمالية للبطاقات هي 66، لا زالت ضعيفة بطبيعة الحال. أوكي دعونا الآن نبدأ بعملية اللعب. سوف نختار بطبيعة الحال مجموعة الممالك الشمالية، هي المجموعة الجاهزة حاليا. أوكي ليتس جو. كيف هو السحب؟ جيد جدا. هل أغير هاته أيضا؟ أوكي ربما أتركها وأحاول استعمالها. أوكي دعونا نبدأ. إذن يلعب بمجموعة الوحوش. هل نبدأ بشكل قوي منذ البداية مثلا؟ نغير الأسلوب هذه المرة أم ننتظر؟ سوف أنتظر. دعونا نبدأ بهذا الشكل. أوكي لديه الآن فقط 5 أوراق بحوزته. أظن أنني سوف أنهي الدور يا شباب. من الأفضل أن أنهي الدور. أظن أنه من سلبيات الحشد أنه إن كانت الأوراق التي سوف تقوم بحشدها تتواجد في يدك، يعني في الأوراق التي تمتلكها وقمت بسحبها مسبقا، سوف يتم سحبها من يدك وبالتالي تفقد تلك الأوراق وتفقد إمكانيات لعب. لذلك يجب أن تكون حذرا في استعمال تقنية الحشد. أوكي يبدو أنه أمر ليس بالسهل بتاتا. إذا دعونا الآن نبدأ في استعمال القوة الضاربة لدينا وهي أوراق الحصار. ليس عدلا، ليس عدلا. سوف أحاول استعمال ورقة الطقس. أوكي. قادر على أن أتجاوزه بهذا الشكل، جيد جدا. وسوف أسحب ورقة إضافية. ورقتي بطل وأوراق خاصة بالحصار. أنا قادر على تجاوزه على ما أعتقد بشكل جيد. إذن سوف نحاول استغلال الأمر بأفضل شكل. كما تلاحظون الآن وكأنني أقوم ب وكأنني أقوم بعملية استرجاع مزدوجة. أوكي لا مشكلة، علي وعلى عدوي أقوم بمضاعفة الخط الخاص بالحصار. لا مشكلة، بالرغم من أننا فزنا لكن لا مشكلة، سوف نستمر في لعب الأوراق حتى نقوم بإنهائها جميعها. جيد جدا ونفوز بالمواجهة.
أكثر من رائع. You win. Cards yours. أوكي. دعونا نرى على ماذا تحصلنا. تيبور إيجيريشت. إيجيريشت. أوكي، أسماء غريبة صراحة في لعبة الويتشر. من هو هذا الشخص إيغور؟ اوكي، من مجموعة النيلفغارد كذلك. تيبور ايجي بيريشت، يبدو انه ساحر، هذا ما يبدو عليه الامر. اوكي، جيد جدا. اظن انه ربما يتبقى الوقت الان لاجراء مواجهة اخرى، ولدي بالفعل المنافس المثالي للقيام بذلك. اظن انكم تتذكرون ذلك المصرفي الذي قام بتغيير العمولات لنا، يمكننا ملاعبته الجوينت، وبالتالي سوف نتوجه اليه بشكل مباشر ونلتقي هناك لمواجهته. اذا هذا هو صديقنا المصرفي، دعونا نقوم بهذه المواجهه. You play Gwent, don't you? Oh sure. Cuz I'm a dwarf. Is that it? Do you also believe I know every other bleeding dwarf in existence, and at the end of each day I deepen the mine shaft in my cellar? So you play or not? I play. So play me. Stake a unique card, maybe? Why not? أوكي، يبدو أنه كثير الكلام. هل سيكون منافسا قويا؟ لست أدري صراحة، دعونا نرى كيف سوف تكون المواجهة. أوكي، ماذا تحصلنا عليه في بداية السحب؟ ليس جيدا تماما. أوكي، لا بأس. يلعب بمجموعة سكوياتيل، إذا يتوفر على إمكانية الحشد. اوكي، اظن انني سوف احاول انهاء الدور الان ربما. الآن نرى ما الذي سوف نتحصل عليه في ال... أوكي، ليس عدلا. أتحصل على ورقة طقس. أوكي، لا مشكلة. ورقة فيزيمير كما رأيتم. اوكي، هذا لا يبشر بالخير. ربما سوف نخسر هذه المواجهة يا شباب. فقط لكي أقوم بالمماطلة وأرى كيف سوف تنتهي المواجهة. أوكي، أظن أننا فزنا يا شباب.
إذا فزنا يا شباب. لم تكن مواجهة سهلة في بعض الأوقات أو في وقت معين اعتقدت أنه ربما سوف نخسر. Can't rightly recall the last time I was so thoroughly thrashed. The card's yours. Tried your best. Tell me, who else would have worthwhile cards? There's Marquise Serenity, for instance. She don't boast about it, but she has one of the best decks in town, and uses it damn well. I know what I'm talking about. أوكي، لعبة الكوينت لاعبو المدينة الكبيرة شيء جدا أننا واجهناه. يبدو أنه فتح لنا مهمة ثانوية خاصة بمواجهة أعتى اللاعبين هنا في نوفيغراد، وبالتالي سوف يكون لنا موعد معهم إن شاء الله في الجولة القادمة التي سوف نقوم فيها أو الحلقة القادمة التي سوف نقوم فيها بلعب الكوينت. إذن دعونا نرى بشكل سريع الورقة التي تحصلنا عليها ونحاول إنهاء الحلقة بشكل سريع. أوكي، تحصلنا على ورقة فيزيمير، ستة نقاط هجومية. أوكي، ربما قد أتخلص من ورقة أخرى ضعيفة مثلا، سوف أحاول النظر في هذا الأمر لاحقا، لكن لا مشكلة حاليا جيد جدا. الأكثر من ذلك أنه ورقة محايدة وبالتالي سوف يتم إضافتها إلى جميع المجموعات، وبالتالي فحاليا مجموعة نيلفغارد يمكن أن نلعب بها. لدينا إجمالي قوة بطاقة تصل إلى 122، أظن أنها تتجاوز مجموعة الممالك الشمالية بالفعل. إذن يمكننا الآن ربما استعمال ورقة أو مجموعة أوراق نيلفغارد للعب. أظن أننا سوف نحاول استعمالها في المرة القادمة، بالرغم من أنه يجب أن نتعود على القوى الخاصة بالقائد، يعني بملك أو بالإمبراطور إيميرفان إيميرس، حتى نتمكن من تسيير مواجهتنا بشكل جيد. إذن لم يتبقى أن أقول لكم شكرا على حسن المتابعة. أظن أن المواجهات اليوم جميعها سارت بشكل جيد، فزنا في جميع المواجهات، وأظن بالفعل أننا بدأنا نستطيع تسيير المواجهات بشكل أفضل، وأصبحت حتى مجموعة الأوراق التي نمتلكها أصبحت أكثر قوة من البداية. في وقت معين كنا نجد الكثير من المشاكل في تسميم المواجهات، دائما ما كنا نجد أنفسنا في مشاكل في مواجهة واحدة على الأقل أثناء الحلقة، لكن حاليا يبدو أننا في هذه المواجهات في مواجهات اليوم تمكنا من المرور عبر المواجهات بأكملها بسلام دون ما أن نحتاج لإعادة مواجهة معينة. إذن أظن أنه لم يتبقى أن أقول لكم شكرا على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة التي سوف نعود فيها بطبيعة الحال إلى إتمام المهمة الأساسية، وهي التي تخص النيل من الوغد الصغير. حاليا نعلم مكان تواجده بالفعل في مدينة أوكسنفورد، وسوف نحاول التوجه إلى هناك لنرى كيف سوف تنتهي هذه المهمة، وهل سوف تنتهي بهذا الحدث، يعني ملاقات أو الحصول على الوغد الصغير في أوكسنفورد، أم أنه سوف تكون هناك تداعيات أخرى وبحث آخر. سوف نرى ذلك لاحقا. إذن أستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.